هناك بوادر لهذا المسعى التفاوضي. دعيني فقط أذهب إلى السيد باول موركرافت في هذه الجزئية. الطرفان يعني أبديا رغبتهما في التفاوض والجلوس على طاولة المفاوضات. هل تعتقد بأن هذه إشارة واضحة عن قرب نهاية العملية العسكرية الروسية داخل أوكرانيا؟ أعتقد أن هذه العملية ستكون سريعة، ولم يعتقد أحد أن الأوكرانيين بإمكانهم الدفاع عن أنفسهم لفترة طويلة، ولكن نعرف أن القوى الروسية أقوى بكثير من القوى الأوكرانية، وأنا أعتقد أن هذه العملية لن تدوم فترة طويلة، بالتالي هذه عملية قصيرة، وذلك لتدمير الاستقلالية الأوكرانية. أنا لا أوافق مع الضيفة المصرية. أنا أعتقد أن الرئيس بوتين يظهر كم هو مريض نفسيا، ولقد اعتدى على هذه البلاد بطريقة سيئة ووحشية، وأعتقد أنه يريد أن يعيد دول البلطيق بكاملها إلى جانبه. ونعرف أن أوكرانيا كانت تملك بعض القوى النووية، وبالتالي روسيا قد عملت على محاولة بدء بحرب عالمية ثالثة في أوكرانيا، وأعتقد أن هذه أسوأ عملية عسكرية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وأنا أعتقد أن الأمور قد تتدهور بسبب هوس فلاديمير بوتين بهذه المنطقة وبسبب انضمام أوكرانيا إليها. أعتقد أن الوضع خطير جدا. وبالإجابة عن سؤالك، من هم الدمى الذين ستضعهم روسيا في كييف؟ من ناحية أخرى سيد باول موركرافت، رأينا كيف تحدث الرئيس زيلينسكي بمرارة عن رد الفعل الأوروبي البطيء، وبأن أوروبا بإمكانها القيام بالمزيد من الضغوط لوقف هذه العملية العسكرية الروسية في بلاده. إلى أي مدى تعتقد بأن أوروبا ما زال بمقدورها القيام بذلك مع وجود القوات الروسية على مشارف كييف وسيطرتها على مطار مهم في المنطقة؟ من الواضح أن روسيا فازت على المدى القصير وفازت في هذه المعركة، ولكن ستخسر على المدى الطويل لأن الاقتصاد الروسي سيتدهور وستصبح أيضا دولة مهمشة. روسيا ستصبح منعزلة، ونعرف أن ذلك يتعارض مع الأهداف الأساسية لبوتين، لأنه عمل على إعادة تقوية الناتو، ولا أعتقد أن ذلك كان هدفه من هذه العملية. أعتقد أنه سيخسر على المدى الطويل. فضلا عن ذلك، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يحصل على أي دعم شعبي. نعرف أنه ديكتاتوري وليس من الضروري أن يحصل على الدعم، ولكن لاحظنا أن هناك معارضة داخل روسيا للقرار الروسي بانتهاك سيادة أوكرانيا. فهو في الحكم منذ أكثر من 22 عاما، ونعرف أن بعض من الشباب يبدأوا بانتقاده، ونحن بانتظار معرفة ماذا سيحصل. أعرف أن روسيا ستصبح مهمشة اقتصاديا وسياسيا، ولكن أعتقد أن هناك حركة طفيفة ضده. يبدو أن بوتين قد فاز في هذه المعركة، ولكن على المدى الطويل ستكون هناك معارضة على حكمه وعلى نظامه داخل روسيا، وهذا ما أتوقعه مهما كانت نتيجة هذه الحرب الحالية. وأعتقد أن الرئيس بوتين يخطر بنشوب حرب عالمية ثالثة، والوضع خطير جدا، ويعود ذلك إلى محاولته تقويض حرية دولة مستقلة أخيرا، وهذا ما لا يريده بوتين. لا يريد من أي من دول البلطيق أن تتمتع بالحرية وأن تكون ليبرالية أو أي شيء آخر، ولكن حتى الآن ما من معارضة كثيرة للرئيس فلاديمير بوتين.
بوتين، ولكن بعد ذلك لا يتحمل حين تتمتع بعض الدول بالحرية وبحرية التعبير. هو ديكتاتوري ويبدو أنه يبدأ بالجنون.